أهلا بكم. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسعي شركة بوما العالمية لتصنيع منتجاتها في مصر، مؤكدا دعمه لأي خطوات تتخذها الشركة في مصر للبدء في التصنيع. وخلال لقائه مع جوهان فيليب كوالو الرئيس التنفيذي لشركة بوما العالمية لاستعراض خطة الشركة للتصنيع في مصر، استمع مدبولي لشرح عن توقيع اتفاق مع شركة بوما العالمية لرعاية البعثة الأولمبية بالتعاون مع شركة كونكريت، وبها شعب مولع بالرياضة، ما يجعلها سوقا واعدة بالنسبة لشركة بوما العالمية. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وفدا رفيع المستوى من المسؤولين بشركة إني الإيطالية، أكبر مستثمر في قطاع الطاقة بمصر. وخلال اللقاء أكد بدوي أهمية الدور الذي تلعبه شركة إني كشريك تاريخي واستراتيجي لمصر في قطاع الطاقة، ولها دور حيوي وبارز في أوقات التحديات، وخاصة في الفترة الحالية التي تؤكد فيها على التزامها ودعمها لجهود مصر في تنمية موارد الطاقة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام يأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأجانب. جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول جريك ماكدونال رئيس شركة أباتشي والوفد المرافق له، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخططها خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية. أعلن البنك المركزي المصري زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو الماضي بمعدل 73.8% لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو من 2023. وذكر البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال مايو الماضي بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق إبريل 2024، والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار. وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذت في السادس من مارس الماضي. وجهت الحكومة بمتابعة حالة تطهيرات الترع والمصارب بأسوان والمتابعة الدقيقة لحالة الري بمنطقة وادي النقرة بأسوان. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية والاطمئنان على حالة الري وموقف التصرفات والمناسيب في شبكة الترع والمصارف، وجه وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بإعداد تقارير شامل عن حالة تطهيرات الترع وموقف صيانة وإحلال البوابات بغرب البحيرة، كما وجه بدراسة حالة الجسر المشترك بين قنا طنطا أو قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا، وإعداد تقرير عن أعمال الحماية المقترحة للجسر. انطلقت فعاليات معرض ديارنا مارينا بالساحل الشمالي تحت شعار مصر تتكلم حرفي، وسيستمر المعرض الذي يأتي تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي حتى 5 سبتمبر المقبل بمشاركة 400 عارض يعرضون منتجاتهم اليدوية المحلية التي تحكي قصص التراث المصري. ومن المقرر أن يتم تقسيم العارضين على 3 فترات، تستمر الفترة الأولى حتى 25 يوليو، وتبدأ الفترة الثانية من 26 يوليو إلى 15 أغسطس، على أن تكون الفترة الثالثة من 16 أغسطس وحتى 5 سبتمبر نهاية فترة المعرض. بدأ عمال شركة سامسونج للإلكترونيات في كوريا الجنوبية إضراباً لمدة 3 أيام بعد تعثر مفاوضات نقاباتهم مع الإدارة بشأن الأجور والمزايا. وعقدت النقابة وإدارة الشركة سلسلة من المفاوضات منذ وقت سابق من هذا العام، لكنهما لم تتمكنا من الوصول إلى حل وسط لخلافاتهما حول مطالب زيادة الرواتب وتحسين المزايا.
وهددت النقابة بتنظيم إضراب آخر منتصف الشهر الجاري في حال عدم إحراز أي تقدم في أعقاب الإضراب المستمر حتى العاشر من يوليو الجاري.